ما كاش اللي تهنيك من غير ايكي كليك. الشوبينغ يندار اونلاين ومن دارك، والدفع بالتقسيط كيما ما يحب خاطرك. هذا الاتفاق يخص منصة رقمية اللي تكون حتكون يعني تحت تصرف الزبائن راغبين في اقتناء تجهيزات منزلية وتجهيزات كهرباء منزلية عن طريق تمويلات إسلامية مقترحة من طرف النافذة الإسلامية القرض الشعبي الجزائري. الزبون إذا كان وده شراء مستلزمات عبر هذه المنصة راح يكون صفر تقييد للمعلومات. المعلومات التي توجد في الملفات هي مستخرجة أوتوماتيكيا عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي، ويتم معالجة الملف عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي، مما تسهل العملية بالنسبة للبنك.